مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى الاخبار الرياضيه. اذا تواصل الاتحاديه الجزائريه لكره القدم بقياده رئيسها محمد راوراوا في مهازلها وفي نشاطاتها الظلاميه من خلال منح كواليس الخضر في الكان لقنوات على حساب قنوات دون اعلان مناقصه عن ذلك في تجاوز صارخ للقانون. لكن إن عرف سبب بطل العجب فرئيس الفاف الذي ما فتئ يتاجر بالخضر يبقى همه الوحيد المال دون الأخذ بعين الاعتبار حق الجزائري في متابعة كل كبيرة وصغيرة عن المنتخب الوطني في قنواته المفضلة. فلهثه وراء الأموال والذي يشتهر به لدى القاصي والداني يجعله يبيع كل شيء حتى المنتخب الوطني لمن يدفع أكثر، على الرغم من أن المنتخب الوطني هو ملك لكل الجزائريين. فضيحة للمتابعة، وسنعود إليها غدا الثلاثاء إن شاء الله بأكثر تفاصيل. بالعودة لأخبار المنتخب الوطني، أجرى المنتخب الوطني الجزائري أمسية اليوم حصة تدريبية بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى بمشاركة أغلب العناصر باستثناء مصباح وفيغولي، وكانت هذه الحصة مفتوحة أمام وسائل الإعلام. هذا ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته بمركز التحضيرات بسيدي موسى تحسبا لكان غينيا الاستوائية، والتي ستنطلق يوم 17 جانفي المقبل، والتي ستسبقه مباراة ودية لمنتخب الوطني سيجريها بتونس أمام المنتخب التونسي يوم 11 جانفي المقبل بملعب رادس. هذا وقد أكد لاعبو الخضر على صعوبة المأمورية المنتظرة في غينيا الاستوائية رغم تأكيدهم على سعيهم الحثيث لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الموعد القاري. La Coupe d'Afrique c'est spécial, je pense que tout le monde part sur le même piédestal. Tout le monde a les chances de se qualifier. Si on veut gagner, faudra partir à zéro, surtout ne pas oublier l'esprit solidarité et travailler et jouer avec le cœur, c'est tout. L'Afrique c'est ça. Il y a plusieurs équipes qui sont capables de la gagner, mais bon, nous on pense déjà à sortir de la poule, inchallah, qui est très difficile. Après, on verra. Bon, حتى الفرق الأخرى متكلموا علينا لأنه إحنا عدنا فريق قوي ورانا من بين أحسن الفرق في أفريقيا. نظن أنه تخوف ما يكونش علينا، يكون على الفرق الأخرى. عندنا هذا الأسبوع إحنا نحضره فيه هنا في الجزائر، وعندنا مع مقابلة ودية في مع تونس. دونك ان شاء الله احنا لبنا بين المقابله هذه وديه، مي سي امبورطون لينا احنا باه نفوزوا بها، خاصه اون مايو اونوري اي اون دي سوبورتير ديغ نو، اي لو بوت دو سيت ايكيب سي دو تو غانيي. سي اون كومونس ان ماتش دير فو با غانيي سي كيلكو شوز دان بو بيزار، دونك فورسيمون تو لي ماتش اون فو لي غانيي. قام سعد داما المدير العام لشركة موبيليس والممول الرئيسي للخضر بزيارة تحفيزية لمنتخب الوطني كرة القدم بالمركز الفني لتحضير المنتخبات بسيدي موسى، إن يجري المنتخب الوطني تربصه الإعدادي تحسبا للكان المقبل بغينيا الاستوائية. هذا وقد عبر سعد داما عن دعمه وتشجيع الشركة لمنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق بعد أيام قليلة، مبرزا بأن موبيليس فخورة بدعمها ووقوفها إلى جانب محاربي الصحراء في هذا الموعد القاري الهام.